فعلا هي دورة صعيبة، إن شاء الله نقوله كانت متميزة أو مميزة. أهم ما جاء فيها هي طبعا كالعادة الفنانين المحترفين اللي جاونا واللي أثثونا الدورة، ثم عنا دورة الأطفال اللي كانت ناجحة بامتياز، الأمسيات الشعرية اللي شهدت معناها حضور منقطع النظير، كذلك السهرات الفنية، وطبعا المنابر، منابر المهرجان. هذه بكلها يعني حققت ما كنا نصبوا إليه من أهداف والحمد لله. عنا مجسمات مش تتزاد سنة، هي المنحوتات اللي أمامنا توا اللي جات توا، وعندنا يعني جداريات، ثلاثة جداريات، زوز ثلاثة منحوتات طبعا، وعندنا عدد لا بأس به من اللوحات الفنية. Mon participation à Marais, c'est un grand, grand honneur. C'est le festival le plus ancien, je pense, en Tunisie. Et la longévité extraordinaire de 35e édition. Et je suis très, très honoré d'être invité de passer. C'est vraiment incroyable. Et surtout la diversité des œuvres, la taille de les œuvres. On regarde le grand homme là. En pleine nature, c'est en permanence le cheval. La chose qui est remarquable de Marais, c'est le phénomène de la marée que je vois nulle part ailleurs en Tunisie. Я бы очень хотел поприветствовать Тунис, ваш замечательный, доброжелательный, добросердечный народ. أود حقا أن أقول مرحبا. تونس شعبكم الرائع المحسن الطيب. أنا سعيد جدا برؤيتكم جميعا هنا. إنه لأمر رائع حقا أن يتمكن الناس من التواصل من خلال الفن مع بعضهم البعض والتعرف على ثقافات بعضهم البعض. что мы будем в процветании нашего государства. الجمال يوحدنا جميعا معا، كل الناس الطيبين فيما بينهم. تبلو هذية في الورشات في المهرجان، هذية عبارة في عالم الرحم، طفل مش يقع اخرج من عالم الرحم. علاش هو عالم جبين جدا؟ لأنه عالم نقي ومش يخرج إلى عالم خال من البراءة، إلى عالم مظلم، وهوني باش يعيش تجربة الفراق. لا هيك علاش أنا رسبت عالم الرحم، العالم المليء بالأمان، عالم نقي جدا كله ألوان. بالفعل عرس تشكيلي كان فيه برشا جو، برشا وجوه جديدة ما نعرفهاش، الاستفادة منه أكثر من أنا أعمال فنية، كان التعرف على المستوى الدولي، مجموعة من الليبيين، من الجزائر، من برشا دول مختلفة زارونا وعادينا مع بعضنا أوقات ياسر باهية. الدورة هذه قدمت خدمت في الأتولي، أنا في الأساس راهو اختصاصي تصوير فوتوغرافي، أما شاركت بلوحة الألوان المائية في وسط خدمناه في مدرسة الأمل مع صحبة من الفنانين. هذه العمل اللي خدمته في الأيام هذه معناتها في المهرجان. بن صالح 20 سنة مشاركة في مهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس للمرة الثالثة على التوالي. اللوحة كانت بعنوان تذكرة إلى الطفولة، وكانت بتقنية الكولاج التي اعتمدت بها صورا لأطفال، ولم يكن هنالك تدخل بشري، كلها كانت من الأطفال وتعود إلى الأطفال. هذه الدورة الثالثة نشارك في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس. دونك أنا ديما نخدم على الكولور، إي سورتو عملت التابلو. دونك خديت فكرة بيكاسو وركزت على الكولور، معناتها تاع البيزاج نتاع الغروب. عملت ديغراداسيون وعملت زاد اندماج أونتخ الفن بيكاسو والفن نتاعي. تكريما لها وتكريما له، مرحبا بهم زوجة الفقيس إسماعيل حابة، وأيضا Thank you.
أنا سعيد جدا لوجودي في محرس و... وممكن جدا نشعر بروحي راني ابن محرس حاليا لأني تعودت على محرس هذا والنشاط. صحيح المدينة صغيرة لكن كبيرة فنيا ما شاء الله يعني. عشتوني عينيك الكحلة يا سمرة وانت النعلي سمرة يا سمرة انتي بيا وانا أنا من عشاق هذا المهرجان لأنه يترك أثر مباشر في حياتنا اليومية ومن بين التظاهرات المتميزة جدا في بلادنا واللي يتقام في كل سنة أكيد برعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية وكذلك عديد الأطراف الداعمة. المهرجان هذا اللي يتوزع على أكثر من واجهة فما مباحث علمية في كل دورة قاعدة تقوم بمشاركات دولية وكذلك عديد الورشات وعديد التعلمات اللي قاعدة تتمرر إما للناشئة أو للشباب وكذلك في تبادل الخبرات من ناحية أخرى. إلى جانب هذا فما جانب ثقافي ترفيهي من خلال برنامج استعراض.